السلام ورحمة الله وبركاته. يا عم درويش اهلا. فلقت انت امبارح سمعت المصنفات كانت عامله قلق في المنطقه، بس انت عرفت الكوت. كوت ليه؟ انا طول عمري ما اشتغل في السليم، عمري ما اشتغل في حاجه مضروبه. امال قفلت ليه العصريه؟ مكشوف عنك الحجاب؟ مكشوف عني الحجاب. جالي هاتف في المنام قال لي الاجهزه هتاخد برد ولازم اقفل عليها. بعدين انت شاغل نفسك بالقصه دي ليه يعني؟ قفلت ولا فتحت؟ وانا كنت قفلت على صباعك. حاجة غريبة قوي يعني، حاجة غريبة حقيقي. سلام عليكم. عامة انا معدي لك بمزاجي. انا لو كنت عايز اخليهم يستنوك لما تفتح كنت خليتهم يستنوك. بس انا مراعي الجيرة والعيشة برضه. وانا مراعي انك مراعي. وربنا سبحانه وتعالى يقدرنا على رد جمايلك. اسويش خط. كد. دكتور سامح عاوز اللاب توب بتاعه شهاب، شال وخلصه له شهاب. ولسه ما لعبتش اللي عديه. عشان بتتفرج قبل ما تنقل. قلت لك 100 مره قبل كده، التكمير قبل التفعيص. الله يخرب بيت فقرك. ايه ده شهاب؟ ايه ده؟ ده حته جديده كده استلقطها، هنعمله من وراها مصلحه حلو. يا شباب بس الحته دي يا ابني مش شبهنا. احنا مكتوب على وشنا الصيني؟ ده رزق عم درويش ربنا بعته، هنقول له لا؟ رزق عم درويش ربنا بعته، هنقول له لا؟ ايوه بس الرزق النظيف ده عمره يعني ما فكر يهوب ناحيتنا. الله يا ابني الحته دي ما يقلش تمن عن 5000 جنيه. اديك قلت 5000 جنيه. وتقول ايه بقى الشغب اللي وقعه ب 300 جنيه بس؟ اللي وقعه بكام؟ ب 300 جنيه بس؟ اقول له ان انا هخرب بيت اهلك لو ما قلتليش مين اللي جاب الجهاز ده. والنعمة العظيمة ما حد جابه، ده هو جه لوحده. جه لوحده؟ جه لوحده ولا الواد هيصة جه وزقه عليك؟ اعترفت يا هيصة يا ابن الكلب. طب اسمعها بس يا عم درويش انا فاهمها. ولا اسمع ولا نيل، انا قلت لك 100 مرة قبل كده بدل المرة 1000. اللي زي هيصة ده وأي حرامي زيه ما يعتبش المحل هنا. مش عرفك بس إن هو سرق عم درويش؟ مش ممكن يكون شارب مجهوده؟ يلا أحيي. اجري أنا، اجري. هات لي منديل أنا، هات لي منديل أنا، امسح الريانة، اجري. عم درويش دي تجارة، تجارة والتجارة حلال، معروفة في أي حتة. بعدين لو انا ما اشتريتش من هيصة مثلا يعني، ما هو الف شهاب غيره هيشتروا. الف اسم ملطوط، ريحتهم وحشه. يا ابني اعمل معروف. انا بحب امشي دغري، ما بحبش المشاكل. عم درويش الفرخه اللي ما بتنكش ما بتاكلش. وبعدين عم درويش انت عايزني دلوقتي تعمل ايه وانا اعمله؟ ارجعه تاني للواد هيصة؟ يا حبيبي ترجعه للواد هيصة؟ ترجعه للواد هيصة؟ هقو هقو. انت بتقول انا هقاوى يا عم درويش؟ بتطرق عليا؟ بقول لك ايه يا ولا، شوف البتاع ده يتفتح ازاي. لازم نعرف مين صحابه ونرده له. شوف. ما فتحته قبل كده. فكيت منه الباسورد وقفلته تاني عشان البطاريه. وريه. حته حلوه طبعا. طبعا. عجبك؟ ما جايبي. ايوه يعني بس البتاع ده يعني مفيش اي سكه. نعرف مين صحابه؟ بص احنا نقلب بقى، ممكن نبدا بالفيسبوك. افتح ام الفيسبوك. الدكتوره ناديه ابو العزم. اهو ربنا ظهر الحق، طلعت دكتوره وناديه بالعزم. اسم فيلل وقصور عم درويش، هتلاقي ست مليانه ومريشه وصاحباتها قالوا لها خلاص يا دكتوره نادي ابو العزم، فداك يا دكتوره نادي ابو العزم، هتلاقي جابت ثلاثه غيره. جابت ثلاثه غيره بس هتبلغ عندها، ولو بلغت عندها هنبقى كلنا معكوكين. الله يخرب بيتك. بص هنرجعوه يعني هنرجعوه. رجعوه ازاي وانت واخده كده يا عم درويش؟ انا هاخده في حاسه بقى.
اطلع منه اي اسم، اي رقم تليفون، اي عنوان، المهم نوصل لاراضي الست الدكتوره دي. بقول لك يا ولا، هي الصور هنا فين؟ الصور؟ هي الصور. الصور برضه هتعرفك العنوان. ما تهضمش، بقول لك الصور منين؟ قول لي الصور منين؟ الصور منين؟ الصور موجودة. فين؟ هنا اهو. وريني. ايه الصور اهي. الجاليري. فاكرني جاهل؟ الجاليري. الجاليري. فين؟ في الجاليري. بس. في الجاليري. ريتني كنت قلت الجاليري. احبك. الله 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 الله. يا نابل بتتلوى كده ليه؟ كيو كيو حبيبي كيو حبيبي. الله يا راجل، انت بتقف على بعضك. كيو حبيبي. انت اتحبلت ولا ايه؟ كيو حبيبي. يا سينابوي، تحب اجيب لك الجمبري لوحده والملوخيه لوحدها، ولا تحب الغوصهم لك على بعض؟ ايه ده؟ الانطس. انطس تتايع الانطس. لغواصيهم على بعض. عيني. مش هتبطل الوساخه اللي انت فيها دي بقى؟ ايه انطس دي؟ دي اللي بتعمل لي كل حاجه. بتغسل لي هدوم وتطبخ لي الطبيخ. دي الهاوس كير. الهاوس كير. البقين الحمضانين دول تطرطش بيهم على حد تاني، لعلمك بقى. طوب ارض المكسيك كلها عارف المليطه اللي انت فيها دي، وساكتين عليك عشان خاطر شبتك يا نبوي. يا نبوي عيبه. لغوصت ايه؟ ده انت لو لغوصت تروح في ستين ده هتجيلك سكته قلبيه، الله يخرب بيتك. ده جبل، ده جبل يا علا. ده انا محترم وراجل حر. انت راجل ناقص، والله راجل ناقص. ولعلمك بقى الواد شهاب ابنك عارف انك ناقص، وعشان كده ما بيرضاش يبص في خلقتك ومقطعك، مش عايز يشوفك. بدل ما تعلمه بر الوالدين. بر الوالدين؟ كنت انت حسن تربيته عشان يبرك. انا مربيه احسن تربيه. فعلا مربيه احسن تربيه. احسن تربيه انت مربيه فيها طبعا. لو كان متربي كويس زي ما انت بتقول، ما كانش بقى يشتغل في الحاجات المسروقه يا بني ادم. بقول لك ايه؟ لو عايزنا نتغدى معاك، بنتي تيجي تفضل جوه مش عايز اشوفها، فاهمني؟ ده هي اللي طبخه الطبيخ. طبخة الطبيخ مش طبخة الطبيخ، تاخد منابها وتتكل على الله. ولا انت ليك شوق في حاجة تانية يا نبوي؟ لا. هو لو ليك شوق في حاجة تانية ده انت تضيع يا قلبي. ده انا من جدك الله يخرب بيتك. ولعلمك بقى خليها تخلي الملوخية لوحدها والجمبري لوحده، عشان انا ماليش في الغواصة دي. ماشي؟ ماشي يا نبوي؟ ماشي. ماليش حاجة كده 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 كده. تلوى على ايه؟ الله يخرب بيتك.